السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس؟ بخير. كنتمنى تكونوا على خير ونلقاكم الفيديو ديالنا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم ديك المره، واخا تعطلت عليكم شي شويه، كنت باغا نكمل لكم هاد الباكادو وشي حوايج اخرين. ما كنت مسافره وما بقيتش مازال صورت لا في اليوتيوب لا في الانستغرام. اليوم غندوز لكم هاد الباك هديه اللي كيكون زوين دابا مقبلين على رمضان ان شاء الله، على كادو العمره وداكشي. ومن بعد ندوز لكم شي حاجه في ليناب اللي جات، وليناب الباقيه ملي تكمل غندير لكم فيديو ان شاء الله بحول الله خاص على ليناب اللي كنتو كتسناوهم، ولي فوال وديال الحلوه وديال الصوالي. سميتو في كنتواجدو في مارشي السلام، حي السلام الولفه، في وسط المارشي، دخلوا وسط المارشي، انا كاينه وسط المارشي في السلام الدار البيضاء في الرومبوان الكبيره. اذا دخلتوا على الباغا فارماسي او بالي ناتور، حنا كنبقاو على لاسال. بالنسبه اليوم عيانه، راني حاولت نصور لكم فيديو بالنسبه لهذا الباك. انا غنحاول نحلو لكم، درناه باك فيه القران. بالنسبه للقران حاولي تحلي اليوم مجد القران، راه كاين فيهم لي كاليتي ديال القران، هذا النوع المزيان ديال القران. على حساب كاينين القران اللي كيدير 20 30، المهم هذا اللي حطينا لكم هنا نوع مزيان في الباك. كاين فيه حتى الا لاحظتوا حتى لا فيه لكم داك المبرا اللي فيه خدمه نقيه وزوينه ولا كاليتي مزيانه. كيجي فيه التصبيغ حتى هو بحال هكذا، ودرنا لكم معاه هكا هاد البواطه حيت هو الخضر، درنا ليها الخضر بحال هكا، تحطي فيها البخور ولا سرغينه ولا شنو. وفيه تقريبيه تصله كبيره ماشي صغيره، كبيره ماشي صغيره. هانتوما لا كاليتي ديالها النوع مزيان. هانتوما راه كاين تقدروا تلقاوهم مني على حسب لا كاليتي. هذا باك كامل دير 200 درهم. انا بديت لكم دابا بالخضر فيه التفاصيل، ومن بعد هنا غادي ندوز لكم دابا اللوينات كاملين اللي كاينين. بالنسبه لهاد البواطه عندك الاختيار، اما بين هاد البواطه هادي ديال العود، يا اما هكا مريشه ديال النحاس، يا اما طبق هكا ديال البخور، يا اما البخره ديال البخور صغيره بحال هكذا. عندك ليك اختيار، لو بغيتي تبدلي وحده من هادو كيمشيو مع الباك. ندوزو اللون الثاني، كاين اللون الثاني هذا هكا مجدشتي بحال هكا، انا نشد. كاين اللون الثاني حيتاش انا كنبغي نكرر باش يبان. كيجي اللون الثاني اللي هما كيجي معاه هكا تصبيح ترونسبارون، كيجي فيه القران هكا تخوا، كتجي فيه هذه حتى هي فيها تخوا بحال هكا شتي. وكيجي على حساب بغيتي هذه او لا وحده من هاد ثلاثه الكادويات. بالنسبه اللون الثالث كاين البوردو، كاين الموف، كاين الغوز. هادو بالنسبه للوان اللي هما الغوز مثلا كيمشي مع البنيتات، الموف مع النساء، واللون الاخرين كيمشيو مع الرجال النساء. بالنسبه لهذا اللي جاو كيجي بالنسبه للناس اللي بغات الباك كامل، كيجي جوج ديال الصواني مع هذا ديال البلاطو لورغانزا المزيان مع لاناب نفس اللون. لاناب كتجي فيها 12 تربيته والسطم الاخر تغطي بجافيل وكلشي ما يوقع والو. لاناب دائما كتبقى ب 280، هادو 150، وهذا 90. هذاك لورغانزا مزيان. بالنسبه للناس اللي بغات البرونز، كاين لاناب بالبرونز، وهذا ديال البلاطو بالبرونز، وهادو الصواني حتى هما بالبرونز. هذا فيما يخص الناس اللي بغات الباك ديال الصم. انا دوز لكم اللوينات اللي جاو. بالنسبه للوينات ديال الليد اللي توفروا ليا كلهم شي حاجه متوفره، المهم الازرق والبوردو والخضر واش اخر ثاني والموطغ،
هادو كلهم توفرين حاليا، الباقي اللي توفر لي الالوان كاملين ان شاء الله ندير لكم فيديو، باش اللي بغات شي حاجه وكتسنى شي حاجه راه دوز تاخدها. بالنسبه لهذاك الباك اللي دوزت لكم دابا، بالنسبه للناس اللي بغات ديه كادو، بغات ليه ساشي هكا ديال الاورغانزا، شي حاجه مزيانه مخدومه خدمه نقيه، كتجمع فيها الباك كامل، هذا داير 50 درهم بوحدو الا بغيتي تاخديه. بالنسبه لتحت طلب ديال الناس، مع انني جبتهم واني تباعوا بقاو شي لوينات، ومن بعد ان شاء الله تنجيبوا اللون الفريق. الناس اللي طلبات ليا، لي انا معاكم كنجيب شي لي كوير الخدمه نقيه وزوينه وراقيه، قالت لك الناس بغاو شي حاجه مرافقه في الثمن وتكون نقيه، ها هما جبتهم، ها هما خدمتها هما نقيه، ها كاين فيهم هاد اللون، كاين فيهم هاد اللون بلا ما نحتاجنا بلاتي نحلهم لكم هكذا، وعلى حسب الرشمه هما كيكونوا باينين هانتوما كيكونوا فيهم اربعه الوسط واربعه في الجناب، الخدمه ديالهم هانتوما كي كتشوفوا هذوك السنينات بحال هكا كيجيو فينيين، هادو دايرين 280 هاد اللون الكري، وكاين هاد اللون هذا حتى هو الزواق هادي، وبالنسبه لهادو دايرين 280، وبالنسبه للخرين اللي كيكونوا عندنا دائما ها هما كاينين، هادو راه دايرين 400 درهم، الخدمه راه ديجا دوزناهم شحال مره، كاين في الكري وكاين في البرون وكاينين في النوار. بالنسبه لتحت الطلب ثاني في الناس اللي طلبوني على هاد الاحراف ديال الكريستال، جبت لكم دو باك، كاين باك كبير وباك متوسط، كاين هادي فيها مبخره وهادي ديال البخور الكريستال كتجي زوينه، وكاين فيها جوج هادو ديال الزهر اولا الزيوت العطريه اولا كل واحد شنو كيدير فيهم، وفيها البلاطو داير، هذا داير 500 درهم، وكاين باك كبير اللي هما كيجي فيه بلاطو كبير داير كيبقى كيدور، فيه جوج مريشات ديال الزهر كبارين ها هما، زائد مبخره ديال الكريستال، هادو ما كيتبدلش ليهم اللون ها نتوما، او جوج وحده ديال البخور كبيره كريستال، شي حاجه زوينه، هذا داير 700 درهم. بالنسبه لشي واحد بغى يدي كادو ولا بغى شي حد لراسو، دابا ان شاء الله رمضان الجاي كاين هذه اللي بغاها بوحد هاد الكريستال كبير برا، حيت كاين صغيورين وصغار منهم 130، وكاين هذا باك فيه مبخره بحال هكا، مبخره شي كيطيح ليا اليوم من يدي مبخره، و هذا ديال البخور مع البلاطو داير 180 درهم. هذا فيما يخص الجديد اللي قلت لكم ان شاء الله دابا نصور لكم، ان شاء الله المره الماجيه ندير لكم لي لاب جديد ديال الصواني وديال الحلوه، نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، نديروا لكم واحد الدويره على المحل. ما تنساوش البارطاج وجيم.